لما يبقى في مشروع قومي زي مشروع القضاء على فيروس سي وعلاج المصريين من فيروس سي، ده خبر بيسعدنا. زي بنتكلم على افتتاح مشروعات كبرى، بنتكلم على طرق، بنتكلم على كباري، بنتكلم على قاعدة محمد نجيب العسكرية، في اخبار كده تحس ان انت سعيد وانت بتقراها، وفي دولة بالفعل بتشتغل وده حقيقة. وساعات في اخبار سيئة زي خبر بتاع اول امبارح كده بتاع قطر اسكندرية، ده اكيد ده يعكنن على كل المصريين. إنما ساعات بقى بتلاقي أخبار مستفزة، يعني خبر لا هو بيسعدك ولا هو بيتضايقك، لا بيستفزك وممكن يوصل بيك الحل حرق الدم الحقيقة. يعني مع احترامي لكل أطراف أصحاب هذا الخبر، لكن خليني أقوله لحضراتكم تصريح على لسان وزير الأوقاف. بيقول إيه وزير الأوقاف النهاردة؟ بيقول إنه 96 مليون جنيه لشراء فرش المساجد. 100 مليون جنيه طلع لشراء فرش المساجد. مش عارفة هل الخبر ده يعني أنا بس اللي تم حالة الاستفزاز دي عندي، ولا حضراتكم موافقين إنه يبقى فرش للمساجد في ظل الظروف اللي بنمر بيها، سواء بنتكلم على اقتصاد أو بنتكلم على الحالة الاجتماعية أو بنتكلم على محدودي الدخل أو بنتكلم على كل ده، تروح وزارة الأوقاف تصرف 100 مليون جنيه على فرش المساجد. إيه على فكرة لو عند حضرتك يا سيادة الوزير فائض واصل ل 96 مليون جنيه أو 100 مليون جنيه مش عارف تعمل بيهم إيه، فهتفرش بيهم المساجد. عندنا طرق كتيرة ممكن نحطهم. المثل المصري بيقولك النوايا تسند الزير، يعني لو حطيناهم في التعليم حد هيقول لي يعني هم ال 100 مليون دول اللي هيحققوا أو هم دول اللي هيصلحوا التعليم؟ أقول له آه، 100 مليون من هنا و100 مليون من هنا و100 مليون من هنا نقدر نعمل بيهم حاجات كتير، نحطهم في السكة الحديد بدل الكارثة اللي لسه دم الناس لسه حي لسه سخن زي ما بنقول، يعني نحطهم في المشروع تجديد أو تطوير السكة الحديد، نحطهم في بحث علمي، نحطهم في صحة، نحطهم في حاجات كتيرة قوي. طبعا أنا عارفة أن أنا هتهاجم علشان أنا بهاجم أو معترضة أو بنتقد فكرة ان احنا نفرش مساجد يعني الناس رايحة تصلي، فبالتالي احنا هنفرشها ب 100 مليون جنيه، فبالتالي انا اكيد هتهاجم والناس تزعل مني، ازاي انا ضد ان احنا نفرش مساجد ب 100 مليون جنيه. انا مش ضد، بس انا مع فقه الاولويات. يعني فكرة لو احنا دلوقتي عندنا اولويات، اولوياتنا الاولى هو فرش المساجد ب 100 مليون جنيه، خلاص يبقى انا غلطانة وحضراتكم هو اللي صح. انما لو اولوياتنا دلوقتي غير كده يبقى اكيد الوضع هيبقى مختلف. في مؤتمر الشباب في اسكندرية الاخير كان في لقاء لوزير الاوقاف، وكان موجود في هذا الحوار وفي هذه المناقشة الكاتب الصحفي الاستاذ